وللمرة الأولى منذ العام 2020 البنك المركزي الإسرائيلي خفض أسعار الفائدة إلى 4.5% من 4.75% بعد أن كانت قد توقف عن رفع الأسعار في يوليو الماضي. أغلبية محدودة فقط من الاقتصاديين كانوا استطلعتهم بلومبرج كانوا توقعوا هذه الخطوة مقابل رهان الأسواق على أن أسعار الفائدة ستنخفض إلى أقل من 3.4% بنهاية العام 2024. ويشير القرار إلى تحول في أولويات المركزي لصالح دعم الاقتصاد واستقرار الأسواق بعد نحو 3 أشهر من الحرب على غزة، وسط تباطؤ التضخم وتسجيل الشيكل ارتفاعا مقابل الدولار في الشهرين الماضيين بنحو 12%. وتنضم إلي الآن من بيروت الزميلة ماري سالم المحللة المالية في الشرق الأخبار. صباح الخير ماري وأهلا وسهلا بك معنا. رأينا في مطلع تداولات اليوم أسواق الإمارات يعني شوي شوي على الهدى بدون أي قفزات مع فتح السوق في أول يوم من تداولات هذا العام، لكن لابد وأن قطاعات رئيسية تلعب دورها. ما لنا أن نتوقع مثلا من القطاع العقاري لهذا العام؟ صباح الخير سبا ويعطيك الف عافيه. يعني فعلا مثل ما ذكرت الاسواق الخليجيه اللي افتتحت اليوم مثل الامارات وقطر على تراجعات طفيفه، اذا بدنا نقول اذا مش استقرار، ولكن التراجع القوي كان على المؤشر القطري. هلا فيما يتعلق بالقطاعات الرئيسيه، نحن بال 2023 شفنا اداء مميز ونمو جدا قوي بالنسبه للقطاع العقاري بالاسواق الاماراتيه، خاصه انه هذا الاتجاه الصعودي اللي شفناه كان مغاير للاتجاهات العالميه. يعني اذا بدنا ناخذ القطاعات العقاريه، القطاع العقاري عالميا ما كان بنفس الوتيرة أو بنفس الأداء تبع الأسواق الإماراتية. القطاع العقاري بسوق دبي المالي كان الأفضل أداء بال 2023، يعني كانت الارتفاعات على القطاع ب 38% خلال العام، وبسوق أبو ظبي كان ثاني أعلى قطاع بنسبة 23% ارتفاعات. دائما وقت اللي نحن بناخذ القطاع العقاري بناخذ أبرز الشركات اللي موجودة. بالنسبة لسوق دبي المالي في عنا إعمار للتطوير، ديار، يو بي بي. إذا بنطلع على هذه الشركات وأدائها خلال 2023 حنلاقي أنه الشركات هذه كلها على ارتفاعات كانت، يعني ما كان في عنا تراجعات على ولا أي شركة من شركات القطاع العقاري، وهذا اللي ساهم أنه القطاع العقاري يكون الأكثر ارتفاعا. أكثر شركة كانت على ارتفاع ضمن الشركات بسوق دبي المالية هي إعمار للتطوير. دايما نحن نقول أنه لازم تكون إعمار مش إعمار للتطوير، ولكن تحديد الهيكلية تبع إعمار للتطوير ساهمت بأنه تساعد أعمار على هذه القفزة اللي شفناها بالنتائج تبعها وحتى بالأداء السهم بقلب الأسواق. بسوق أبو ظبي شوي الصورة مغايرة، يعني ضمن 4 أسهم هن الأبرز أو أكثر شيء متداولين بالقطاع العقاري، كان في عنا رأس الخيمة العقارية هي أكثر شيء عم تسجل ارتفاعات ب 73%، من بعدها في الدار ب 19%، السهمين الاثنين الباقيين عادة ما بنشوف كثير عليهم زخم مثل ما بنشوف على الدار وراك بروبرتيز اللي هن اشراق ومزايا، كانوا على تراجعات يعني بحدود 10% على الاثنين. هلا هذا الشيء ما اثر على المؤشر، لانه يعني نحن بنعرف انه بسوق ابو ظبي هيكليه السوق واوزانها بتعتمد على شركات اخرى، فكرمال هيك شوي شفنا ضغوطات على المؤشر العام. هلا نحن وقت بنقارن السوقين بنقارن اجمالا اعمار والدار العقاريه، لانه هول اكبر شركتين ودائما بيكون التركيز عليهم. عبر السنين يعني من بعد الجائحة نحن كنا شفنا سابقا ضغوطات قوية على أعمار، هوت بالسعر السهم لمستويات ما كنا شايفينها سابقا، والكل كان يقول هل حيتم الارتداد من هذه النقطة. من بعد الجائحة أعمار قفزت من 2020 لليوم بحدود 100%، يعني 97% تنكون محددين النطاق. الدار قفزت تقريبا بحدود 150، النسب مختلفة، ولكن الملفت بأداء أعمار أنه على مر السنين مع التغييرات اللي كانت عم بتصير بهيكلية الشركة، ومنها هي رفع نسبة الأجانب بال 2022 من 49 ل 100%، ساعدت على تقييمات الشركة. فبالتالي نحن وقت اللي عم نطلع على المستقبل تبع هذه الشركة وكيف ممكن أنه يكون الأداء تبعها. إذا بنطلع بنلاقي أنه أعمار رغم هذه الارتفاعات بعدها عم تتداول دون معدل الشركات المماثلة لها بقلب السوق الإماراتي بتقريبا ما يقارب 60 أو 70% بالأداء تبعها.
البرايس تو بوك فاليو تبع اعمار حاليا عن 0.99 مرات، يلي هو اقل من يلي بنشوفه نحن على الدار عن 1.3 ثلاث مرات البرايس تو بوك فاليو. فبالتالي بنقول انه بهذه المرحله اعمار عندها بوتنشل بعد انه للنمو اكثر، ولحتى انه زياده بسعر السهم تبعها بقلب الاسواق، لانه تعد اندر فاليود مقارنه بمثيلاتها بقلب الاسواق. والتركيز بالمرحله الجايه على المشاريع المستقبليه والبايبلاين تبع هذه الشركات، يلي نحن صرنا عارفين انه في عندهم كثير مشاريع مستقبليه هي حتساهم بالنمو تبع هذه الشركات، وممكن انه نشوف بعض الاستقرار مش بنفس الوتيره تكون الارتفاعات، ولكن متوقع انه تظل الايجابيه موجوده بهذا القطاع. جدا مثير للعرض للاهتمام ماري، شكرا جزيلا لك. قطاع حيوي ومهم بالطبع في الامارات وفي منطقه الخليج بشكل عام، ومثير ايضا للاهتمام توسع هذا القطاع. يعني في وقت من الاوقات كانت اللاعب الرئيسي هي في الامارات كانت اعمار، انضمت اليها ايضا الدار، والان راس الخيمه العقاريه بالارباح التي حققتها في الفصل الاخير. في اخر اعلاناتها كانت سجلت ارتفاعات بحوالي 282% بربحيتها. ايضا اذا في مزيد من التوسع والانتقائيه من ضمن القطاع العقاري في دولة الإمارات. شكرا جزيلا ماري، شكرا لك مرة تانية. اشتركوا في قناة اقتصاد الشرق مع بلومبرج على يوتيوب لمتابعة برنامج الصباح مع صبا، معي أنا صبا عودي.